نفى مسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان صحة الأنباء التي تحدثت عن تصويت موريتانيا لصالح إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، معبرا عن المكانة السامية لموريتانيا لدى الفلسطينيين. جاء ذلك خلال زيارة أداها وفد من الحركة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية. هناك احترام وتقدير كبير لموريتانيا رئيسا وحكومة وشعبا وأحزاب وقوى سياسية لمواقفها الأصيلة تجاه القضية الفلسطينية. هذا الاحترام عبرنا عنه باسم قيادة حماس، لا سيما رئيسها رئيس المكتب السياسي للحركة الأخ دولة الأخ الرئيس إسماعيل هنية والقيادة كاملة. وبكل تأكيد من موقع الأخوة بيننا وبين إخواننا في موريتانيا ومن موقع الثقة بموريتانيا لا يمكن الحديث عن أي إشكال أو خلاف، وما جرى هو مما يحدث بين الإخوة إذا ظنوا أن هناك خطأ قد وقع، جرى معالجة الأمر والمسألة طويت دون أي إشكالات ودون أي ذيول.